حققت التلميذة بن جلول آية أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط 18.41 الأولى على مستوى دائرة لبيسة الشيخ بولاية البيض. تدرس بمتوسطة الشهيد زيدوري عبد القادر المدعو خير الدين، ويعد هذا النجاح ثمرة اجتهاد طيلة موسم دراسي بمساعدة والديها وأساتذتها علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا التلميذة بن جلول آية، متحصلة على معدل 18.41 الأولى على مستوى دائرة الأبيض للشيخ. فرحت كثيرا بهذا المعدل، وأنا فخورة بإنجازاتي طيلة هذا الموسم الدراسي. أتقدم بالشكر الجزيل لوالدي الأفاضل وأساتذتي الكرام بمتوسطة الشهيد زيدوري عبد القادر، وإن شاء الله مزيدا المتقدم. حقيقة لكل مجتهد نصيب. هذا المعدل كان ثمرة لمجهودات كبيرة خلال الموسم الدراسي. في الحقيقة كذلك فرحنا بها بزاف، فرحنا لهذا التفوق. معدل 18.41 كان معدل مميز، واحتلت به المرتبة الأولى على مستوى دير صبيسي الشيخ. شرفت نفسها وشرفت والديها وشرفت متوسطة زيدوري عبد القادر وشرفت دير صبيسي الشيخ.